حافظ القصيدة في مدحه يوم العيد. والأبيات التي يقول فيها: أريك الرضا لو أخفت النفس خافيا، وما أنا عن نفسي ولا عنك راضيا، أمينا وإخلافا وغدرا وخسة وجبنا، أشخصا لحت لي أم مخازيا، تظن ابتساماتي رجاء وغبطة، وما أنا إلا ضاحك من رجائيا، وتعجبني في الرجل نعلاك إنني رأيت كذا نعل إذا كنت حافيا. يعني قال فيه الكثير من الهجاء المرير. يقول في هذا: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأم فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. أساقيي أخمر في كؤوسكما، أم في كؤوسكما هم وتسهيد، أصخرة أنا مالي لا تحركني، هذه المدام ولا هذه الأغاريد. ما شاء الله. وهجاه بالقصيدة وهرب من مصر إلى عاد إلى بلاد دمشق. أنت منذ متى عرفت المتنبي؟ عرفته عندما كنت أدرس كتابا اسمه اللغة العربية، تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها. غير الناطقين بها. وورد فيه بيته، بيت من الشعر، حيث يقول: فورد فيه بيت على حال للمتنبي: وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التأنيث فخر للهلال. هذه قصيدة التي يرضي بها أم سيف الدولة. ورغبت في أن أعرف هذا المتنبي، بل لم أكن أعرف الشعر قبل ذلك، ولكن لما كانت هذه بداية علاقتي بالمتنبي. ما شاء الله. فبحثت عنه وتحريت عنه ووجدته شاعرا وأحببت شعره. ما شاء الله. وأول قصيدة حفظتها منه فهي هذه التي بما التعلل. بما التعلل. ما شاء الله. وما قصتك مع قيس ليلى، مجنون ليلى؟ قيس أيضا عرفته هكذا، عرفت قيس هكذا وعرفت أشعاره. أعجبك شعره؟ أعجبني شعره، حيث يقول: خليلي إلا تبكيني ألتمس، خليلا إذا أفنيت دمعا بكى لي، خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى لي، قضاها لغيري وابتلاني بحبها، هلا بشيء غير ليلى ابتلاني. وحيث يقول: وقيس أيضا أحببته وأحببت شعره. شعره رقيق في معاناة وفي شكاوي. ما شاء الله. أنت الآن في تعمل في هذا المطعم السمك، ما علاقة السمك بالشعر؟ هذه احتياجات. أنا في العطلة. في العطلة تعمل الآن في العطلة. وأعمل في العطلة لأجمع بعض المال لكي أستعد به السنة الدراسية. السنة الدراسية ما شاء الله. الآن تدرس أين؟ كنت أدرس في أتارا، ولكنني أفكر في أن أنتقل إلى هنا، إلى نواديبو. ما شاء الله. إذا تيسر لي إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا. جزاكم الله خيرا. حياك الله.